ونطلبوا من سي مختار والمكتب الولائي ان شاء الله يكون نشط. وحنا نقول لكم حاجه، حنا الجزائر تبغوا ولا ما تبغوش، يبغوا ولا ما يبغوش، الجزائر عندنا غير الجزائر بلاد وحده هي اللي ندافعوا عليها، ولكن ندافعوا عليها بصراحه، ندافعوا عليها بالحقيقه، ندافعوا عليها لما تكون نيشان، ولما ما تكونش نيشان نقول لهم شي نيشان. وتحيه للجزائر والسلام.